السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعلم طريقة تلبية مستكشف الملفات في قائمة الأخبار أو القائمة السفلية. أولا نقوم بالذهاب إلى My Computer أو This PC، ثم تضغطنا الأيقونة لمستكشف الملفات في قائمة الأخبار أو القائمة السفلية. نقوم بالمطر عليها بكليك أيمن، وثم نذهب إلى Pin to Taskbar أي تثبيت في قائمة التاسك بار أو القائمة السفلية. والآن نضغط، وكما تشاهدون تم تثبيتها في قائمة السفلية أو تاسك بار. ولإزالة أيضا نذهب إليها، وثم نقوم بالنقر على كليك أيمن، وثم أنبين فروم تاسك بار أي إلغاء تثبيت في تاسك بار. ونتمنى بأن هذا الفيديو كان مفيد لكم.